السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات سهام سكتشن. اليوم إن شاء الله غنقدمكم هاد الفقاس الحار ولا كراكرز ويد ألمونز. تيجي رائع ولد بزاف وتيجي زوين في أي مناسبة. وعواشركم مبروكة. كيجي كان ندلكو في حالة الشكل ونستفو اللوز يكون محمر. طبعا أنا تنحمره بالملحة وكنحمره في الدار. يمكن لكم تشريوه من الأسواق واجد ناضي. تابعوا المراحل معايا ديال إعداد هاد الفقاس. هاد الفقاس الحار كان نعمره باللوز. يمكن لكم تشريو اللوز يعني محمر ناضي ولا تصوروه في الدار. أنا كناخد هذا تقريبا درت واحد جوج ديال الباوند اللي هي تقريبا واحد الكيلو على حسب. المهم ما غاديش هو يهز كيلو هاد الفقاس اللي غندير. انا غير حمرت كيلو. المهم اللوز محمر بالملحه عادي. انا كنقبط الماء سخون غليان وتنكبو على اللوز ونغسلو مزيان ومن بعد ندير له الملحه ونسخن الفرن على درجه حراره 375 فرنهايت ونديرو في الوسط ديال الفران. خدا لي تقريبا 20 دقيقة باش حمرت هاد اللوز. ومرة مرة كنجبد التبصيل وكنبقى نحركو باش ما يتحرق لياش اللوز. ولا يمكن لكم تشريو اللوز محمر ناضي اللي كيتباع في الأسواق. غادي نحتاجو لهاد الفقاس الحار اللي معمر باللوز. ثلاثة ديال ستيكس ديال انسالتد سويت كريم بادر اللي يعني الزبدة العبار في المغرب. فيها 113 غرام في كل وحدة. هي 12 اونص في الامريكيه. هما ثلاثه من هادو. غنحتاجو للموطارد ونحتاجو هاد الفله الحاره ديال الفله المعجونه. الا ما كانش يمكنكم ديرو في السيراتشا المتواجده جميع المحلات الامريكيه. وهذه كناخذها من عند العرب صنع تركي. وفي المغرب غادي يديروا الفله غادي يديروا الهريسه. دابا غندوزو للمقادير بالضبط. غنحتاجو نص معلقه كبيره ديال ليفزار. غنحتاج نص معلقة كبيرة ديال الملحة ومعلقة كبيرة ديال الهريسة ومعلقة كبيرة ديال الموطارد وملعقة شاي ديال الخميرة الرومية ولا خمارة وربعة البيضات وربعة ديال الفرماجات ديال لافاش كيري. وهاد لافاش كيري والزبدة والبيض خصهم يكونوا بحرارة المطبخ. غادي نعجن هادشي كله مع بعضياته حتى ناخذ واحد العجين رطب ويمكن لي انني نحاول نسرحه. انا اليوم غنستعمل العجانه. يمكن لكم تعجنوا حتى بيديكم. هو ساهل في العجينه ماشي صعيب. انا حطيت جميع المقادير هنايا كيف تلاحظوا معايا الفرص بوحديته. غادي نخلط هادشي في الكل اول بيديا ولا بالعجانه وغادي نبدا نضيف الفورس شويه بشويه حتى نحصل على عجين متماسك ورطب في نفس الوقت. وغادي يمكن لي يساعدني باش نسرحو بالدلع. كما عجنت العجينه كتجي رطبه بحال هذا الشكل. هذا قسمت العجينه على ربعه. انا تخلي هذا الفورس هنا بالضبط 730 غرام ديال الدقيق الابيض. يمكن غادي تصلحوا اكثر ولا اقل ديال الفورس على حسب المنطقه اللي نتوما فيها والنوعيه ديال الفورس. وخديت كل وحده غناخدها وغادي نغلفها بهذا السلوفان ديال الميكا ونديرها في الثلاجه تاعها على الاقل نص ساعه وعاد نخدم بها. 730 غرام هي تقريبا 5 ديال الاكواب اللي دخل ليا ديال الفورس في هذه العجينه هذه اللي هي 5 ديال الكابس. وانا ان شاء الله في الديسكريبشن تحت الفيديو غادي نكتب لكم المقادير بالضبط ديال هذا الشيء اللي درت كله. دابا غندوزو للعمليه كيفاش غادي نخدموا هاد الفقاقس. هذا تفصيل ما تدهنوه ما حتى شي حاجه. كنخليوه على هذا الشكل هذا لان هذه ديجا فيها الزبده والفرماج. يعني التبصيل غادي نخليوه هكذا ما ندهنوه ما والو. ناخذوا العجينه بحال هكذا وغادي ندلكوها بحال هذا الشكل هكا. كي تلاحظوا العجينه هي رطبه بزاف. من بعد ما تلك العجينه على هذا الشكل هذا غنهزها بحال هكدا ديرلها بحال هاد الشكل هدا. غادي ناخد إما خرطة ولا ديال البيتزا. ناخد نزول هاد الجوانب هادو.
وغادي ناخذ اللوز اللي كنت قلت لكم اللي حمرت، وغادي نستفو بحال هكا وحده وحده وحده. من بعد ما استفت اللوز على هذا الشكل هذا، كناخذ العجينه، ما كنديرهاش رهيفه بزاف، ما كنديرهاش غليظه، كنقبط هاد العجينه وكنلويها بحال هذا الشكل هكا بحال هكا. هما كيبانوا لنا اللوز اللي درناه هنايا، وغادي نشد وغادي نقبط وندير بحال هكا غير بيديا هنايا، هي باش نحدد الفورما ديال هاد اللوز، وناخذ هنا بين وبين وندير صبعي بحال هاد الشكل هذا. لا لاحظتوا اللوز ها هو دا. ودابا غناخذ المخرطه بحال هاد الشكل، وغادي نحاول باش ندور هكا كنحصل على هاد الشكل هذا، ونستف هنا كنعاود ندير نفس العمليه بحال هكا، كنحطو هنا ونخليو شويه ديال المسافه بيناتهم، لان انا درت فيها سميتو الخميره باش ما يلصقش بعضياتو. وغادي نكمل التفصيل كله بالتستاف، غادي نكمل كله بالتستاف على هذا الشكل هذا، ونسخن الفرن على درجه حراره 350 اللي هي 180 سيلسيوس في المغرب، 350 فرنهايت، وغنديروه في الوسط ديال الفران، ومن بعد نقول لكم بالضبط شحال خدا ليا ديال الوقت. هذا القص كيجي على هذا الشكل هذا، من بعد ما خرجته هو تيكون سخون بزاف، يعني كيجي بحال هكذا محمر من التحت. ملاحظه اللي بغيت نقول بحال دابا هذه الوحيده هذه هي تحلات، انكم من الاحسن يعني تبركوا مزيان في الجنيبات باش ما يتحلكمش. المهم كيجي على هذا الشكل هذا محمر من التحت ومحمر من الفوق، خدا لي بالضبط ما بين 20 حتى 25 دقيقة على حسب نوعية الفران، كل واحد فران ديالو. اللي عنده الفران اللي فيه فرا يعني كونفكشن اوفن يعني داك التورنون، هذاك الفران ما كتحتاجش تشعلو الفوق يعني باش يتحمر، كيتحمر من الفوق ومن التحت. انا بالنسبة عندي الفران ديال الغاز شعلت الفوق واحد جوج دقائق باش تحقق لي اللون الذهبي، وما كناكلوش دابا لان دابا مازال فتي، كنخلي حتى يبرد تماما عاد يمكننا نذوقو. بغيت نوضح واحد المسألة حيت يجوني بزاف ديال الرسائل على المسائل اللي كنستعمل وما كانش اي حاجه. هذه المخرطه انا الصراحه جبتها معايا من المغرب، ولكن المخرطات يعني هاد الناعوره راهم كاينين يعني بزاف المحلات الامريكيه، ماشي كلهم تيجيبوهم، ولكن راهم موجودين مايكلز ستورز مع النوبات كيكونوا عندهم. ولكن الا بغيتيو بحال هاد المخرطه بالضبط ديال المغرب، كاينه في واحد المحل يمكن لكم سميتو سور لا طابل، انا غنحاول نكتب لكم لو ليان تحت الفيديو. كاينه بالضبط بحالها بحال ديال المغرب بحال هكذا في هذا المحل هذا، وكاين بعض الولايات اللي متواجدين فيها هذا المحل هذا سور لا طابل، كاين موجود في المول. بالنسبه للدرار ديال الناس اللي كيغطيو الصينيه ديال اتاي، انا كنشري هادو بليس مات ديال الطبله، حتى هما مزيونين كيف تلاحظوا معايا، انتم شوفوا كيفاش دايرين زوينين الصراحه بزاف، فيهم منظر زوين. هادو بليسمات كاين محلات، راني كنت حتى في الفيسبوك واحد النوبه، كان واحد السال كبير واحد المحل سميتو ديلرز، بحال دابا هذا كان ب 11، خديته انا بدولار ونص بحال هذا الشكل هذا. المهم هذا مساله هذه. وبالنسبه لهاد الطواجنات هادو كانوا جاوني رسائل كثيره عليها، هادو كنت خديتهم من راس بحال هاد الطواجنات هادو كيجيو على هذا الشكل هذا. في القص الحار اللي معمر بلوز كيجي على هذا الشكل هذا محمر من جوج جهات. الملاحظه اللي بغيت نقول هي ان العجينه ما خصهاش تكون غليظه بصفه نهائيه، لان الا كانت غليظه العجينه ما غاديش زوين هذا القص وما يجيش مقرمش نهائيا، يعني العجينه خصها تكون ما هي رهيفه ما هي غليظه يعني ما بينهما، ولا كانت رهيفه بزاف غادي يخرج لنا اللوز. بليز سبسكرايب تو ماي شانل، لان ما غاديش نبقى نحط في جميع الجروبات، عمليه جد صعبه بالنسبه ليا باش نحط في جميع الجروبات. من فضلكم اللي كيبغي يشوف الجديد ديال سيهام سكيتشن يسبسكرايب للشانل ديالي، مرحبا بكم. ونتمنى ان هذه الحلقه ديال هذا الفقاس تكون راقت الاعجاب ديالكم، مرحبا بتعليقاتكم وشكرا على المشاهده.